السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي للجولة الثالثة لدوري نجوم إكسبو. المباراة القادمة إن شاء الله ستجمعنا بنادي الشمال الرياضي في استاد البيت. كوتش، I will start with you. Next match against الشمال in the البيت stadium. Talk to us about the preparation for the next game after winning 6 points. Boa tarde. A preparação deste jogo um pouco diferente dos outros dois anteriores, porque metade dos jogadores tiveram em trabalhos da seleção. مساء الخير. استعداد لهذه المباراة مختلف شوي عن المباريات اللي راحت. تقريبا نص الفريق موجود في المنتخب الأولمبي. Nós vamos aproveitar hoje e amanhã para trabalhar as ideias que queremos apresentar contra o Chamal. بس بنشتغل ونعمل اليوم وبكرة نوضح الفكرة اللي نحن نبغى نلعبها ضد فريق الشمال. Este jogo contra o Chamal, que para mim é uma grande surpresa agora no início da época. بالنسبة له هذه المباراة حتكون زي ما تقول مفاجأة إنه شاف الفريق الشمال بداية الموسم. Consegui dois empates com o segundo e o quarto classificado do campeonato do ano passado. قدروا يتعادلوا مع المركز الثاني والرابع من الدوري من العام اللي راح. Mas nós, como a nossa mentalidade, queremos jogar para ganhar, respeitando o adversário, mas mostrando dentro de campo porque queremos os três pontos. Mas sempre nós ندخل النص العقلية نبغى نلعب عشان نفوز نوري داخل الملعب ليش نحن نبغى نكسب الثلاثة نقاط دائما طبعا باحترام الفريق الخصم. أحمد المنهالي لاعبنا في لاعب الريان ظهير الأيسر. أحمد، تكلمنا عن المباراة القادمة أمام نادي الشمال. أكيد نادي الريان يحاول الحصول على النقاط كاملة بالحصول على 9 نقاط وتصدر الترتيب العام. تكلمنا عن استعداداتكم النفسية والبدنية للمباراة القادمة، لا سيما في نقص اللاعبين اللي ملتحقين بمعسكر المنتخب الأولمبي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ما راح أزيد على كلام المدرب، نفس ما قال إحنا كل مباراة ناخذها بمباراة، تجهيزاتنا تكون كل مباراة بمباراة. عندك اللعيبة اللي كانوا في الفترة اللي راحت مع المنتخب، ممكن من اليوم راح نبدأ تجهيزات المباراة الجاية. نفس ما شفت بدينا بست نقاط في أول جولتين، تعتبر جيدة، ونتمنى ثلاث نقاط ثانية. أحمد، كلمة لجمهور الريان لا سيما بعد الحضور الملفت في أول مباراتين. جمهور الريان يمكن هو اللي أحيا الدوري من سنين كثيرة ما شفنا هالجمهور. وأتمنى يكون في عدد أكثر وأكثر. إحنا مهما سوينا في أول مباراتين تشوف الانتقادات وتشوف، لكن الجمهور يطمح بالبطولات ونوعدهم إن شاء الله نهاية المطاف نفرحهم. Quem trabalha no Alvalhão tem que ter uma mentalidade de vitória, tem que procurar respeitar a história do clube e os seus fãs. E por isso, sempre que entramos dentro do campo, queremos procurar os três pontos e disputar, mesmo sabendo que no campeonato existem equipas muito fortes. طبعا اللي يشتغل ويعمل فريق الريان لازم يكون عنده هذه العقلية. طبعا دائما احنا نعمل لأجل الفريق الريان بالذات، عنده تاريخ كبير ونحترم الجماهير، ودائما احنا نلعب عشان ندور الثلاث نقاط.